أخوكم الشاعر عيد بن مدهش انتغات الدوسري من الهدار محافظة الأفلاج من المملكة العربية السعودية. سبب المشاركة الطموح بالفوز والبيرق ثم اللجنة الموقرة بخصوص الكرت الذهبي، بإذن الله أني أحصل عليه، وإن ما حصلت عليه فربعي وجماعتي ما هم قصرين إن شاء الله. أول شخص عرف قبولي بالبرنامج هي الوالدة الله يطول عمرها، وإخواني الله يطول عمرهم جميعا. يا مهبركين أفلامكم ما علينا، الفيلم هندي والدعاوي بسيطة، حنا على العلية الطويلة رقينا، حتى إيش لو عدتوا علينا الغليطة، الحرب الإعلامية هتشد إيدينا، مع بعضنا الأول السنة صليطة، بإخوان نوره دامنا محتمينا نضرب على الفايد بوجه الخريطة. عليكم زود. الله يمسيكم كل خير ومسرها مسي على اللجنة الموقرة عمالك تشعر، كذلك أمسي على الجمهور الحاضر والجمهور من خلف الشاشات. أما من ناحية المشاركة فأقول دنا الليل والمسرى يسلي سهير الموق، عسى الليل يقصر ما يطول على الساري، بعيد المساري والطواري تسوقه سوق كما سوق كرزن في المدول في شقناري، بعيد المساري والطواري تسوقه سوق كما سوق كرزن في المدول في شق ناري، على صوت ابو نوره لغنى ظناني الشوق، تزايد شجوني كل ما دق الاوتاري، يغيب بي شويات واصحى شويه وافوق، على طاري الذكرى مع ليل قماري ملاحه هواجيسي سمن في سناها بروق، عسى مزنته من فوق داره قبل داري، ملاحه هواجيسي سمن في سناها بروق، عسى مزنته من فوق داره قبل داري، اسلوم الهوى والحب خارج عن المسيوق، لكن صعب تتوافق مع سلمنا الساري، يا عشير العمر قلبي عليك يتوق، وغيرك من العربان ما دق لها طاري، بوصف ما يوجد حليه على مخلوق من الحور، وصفك ماخذ الخمس وعشاري، يا بوصف ما يوجد حليه على مخلوق من الحور، وصفك ماخذ الخمس وعشاري، يلوق التغنج والتبختر عليك يلوق، اناقه فخامة ماخذ الحسنة الكباري، يا سبحان رب نكملك بالحلا والذوق وخلاك آية في الحسن بين الأبطار، طول عمرك يا سبحان رب نكملك بالحلا والذوق وخلاك آية في الحسن بين الأبطار، بعد ما خذينا في العمر رحلة المعشوق لكل النهاية، وانت يا عاشقية داري أشوف الحزن بين على ضحكك المسروق، لو انك تخبي خلف ضحكتك الأسراري، كفاية تظاهر بالفرح داخلك مخنوق، أنا خايف العبرة تخونك وتنهاري، عسى شمسك اللي غابت تصبحك بشروق وتضحك لك الدنيا وتسعدك الأقداري، حقوقك علي بتمها ولا عليك حقوق، ترفق بروحك وانت في حفظة الباري، سلامتك طول عمارك. يا سلام يا سلام، لا انت ابو مدهش صح الله لسانك، الله يصح بدنك ابو محمد، صح لسانك، الله يصح بدنك يا ابو محمد، قصيدة وحضور مدهش، جعل والديك كل جنة، أنت طال عمرك عيد مدهش وحضورك مدهش، ما عليك زوج جعل والديك صح لسانك، دنا الليل والمسرى يسلي سهير الموق، عسى الليل يقصر ما يطول على الساري، بعيد المساري والطواري تسوقه سوق كما سوق كرزن في المدى والفشق ناري، على صوت ابو نوره لغنى ظناني الشوق، ظناني الشوق تزايد شجوني كل ما دق الاوتاري، صح لسانك وبيض الله وجهك، وجهك يا ابو محمد، والمدى وشنو؟ المدى الطويل ايه، المشوار ايه، ملاحة هواجيسي سمن في سناه بروق، سما في سناه بروق، السنا سنا البرق، السنا اللي هو الضوء، ايه الضوء اللي في طرف عتيب في طرف شيء أضرب، لكن هنا التركيبة فيها خطأ شوي، ملاحة هواجيسي سمن في سناه، السنا سنا البرق مو سنا السما، القصيدة طيبة وحضورك طيب، ما عليك زوج مشاعرك طيبة، توجت هاي ابو محمد الله يوفقك، رب يطول عمرك وياك نفدك، يعطيك العافية ابو محمد، ابو مشهور ابو مشهور، اسمح لي بس اسالك لو تكرمت، وش يمثل القاء الشاعر بالنسبة للقصيدة؟
القاء للقصيدة إضافة بكل تأكيد. أحيانا الشاعر إذا قصيدة زينة يجملها أكثر، وإذا أحيانا بعض الشعار لو قصيدة زينة يطرح من مستواه في الإلقاء، وبعض الشعار لو قصيدة وسط يعديها الحدود في الإلقاء. لكنه على كل حال القصيدة أمها وأبوها، والإلقاء له دور أكيد عليه، حتى احنا حاطين عليه من ضمن درجات التقييم في درجات للإلقاء وللحضور. عيد في الحضور ما يحتاج ولا يعلى عليه. أبو ترف أنا عندي ملاحظة بسيطة. لبيه. الوقفة اللي أنت اخترتها القافية الساري والناري والطاري تراها مثل ظنان الشوك وبنوره، تراها وقفة موسيقية وطربية. الله يطول عمرك. ودي أنك ما اخترت عليها إلا كلمات أصلية بدون إضافة ياء زي الأقداري الأوتاري. ودي أن الكلمات كلها كانت أصلية ما فيها ولا حرف مثل الحروف ذي، لأن الوقفة جميلة والقصيدة جميلة وموضوعها حلو. الله يطول عمرك. وأنت واضح أنك متحمس بزيادة وعشيك، لكن صح لسانك ويعطيك العافية. الله يصح ذنك. يعطيك العافية أبو مشهور أبو منير. عيد. الله يبقيك أبو منير. حضورك طيب. وأنت أطيب. لقائك طيب. جعل والديك في الجنة. حييك وحيي جمهورك بعد وربعك، الله يبيض وجيههم. طول عمرك يا أبو منير. كما سوك كرزن في المدى، كرزن وش؟ الكرز طال عمرك الرشاش الكوري. والف شق ناري. يلا هلا طال عمرك. قصيدة طيبة ولا فيها ملاحظات إلا القافية لو تجاوزتها وهي ما تعيب القصيدة. تعال والديك الجنة. وكملها حضورك ومن يوم دخلت عندنا وأنت من الشطرة ما شاء الله. تعال والديك الجنة يا أبو منير. ولك قبول. شهادتنا اعتز فيك. الله يبيض وجهك. تعال والديك الجنة. على راسي يا أبو منير. الله يطول عمرك. شكرا لك ابو منير. الله يبيض وجهك. يعطيك العافيه. الى منطقه المكسون مع الشاعر ما قبل الاخير مع الشاعر فرج بن ناشر القحطاني. هلا اخوي عادل مع الشاعر فرج بن ناشر القحطاني الشاعر قبل الاخير في هذه الحلقه. مرحبا يا فرج. الله يبيك ويطول عمرك. يقول حان الوعد والمسابق صار في حله، مشارك مع رجال العز والطيبي وعيني على الكرت والتاهيل، شاف قله وما حصل فك حطان العز تدريبي مرهي على بيرق القمر.